اشتداد على الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية يوم الخميس. التفاصيل بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مجددا متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سارت أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، وهطلت زخات رعدية غزيرة من الأمطار، شملت أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، أجزاء من مرتفعات الطائف وأيضا مكة المكرمة. يتوقع أن تتراجع شدة هذه الأحوال الجوية غير مستقرة اعتبارا من يوم الجمعة، مع استمرار فرص هطول زخات من الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية، بالإضافة لنشوء أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشمالية هذه المرة، لكن هي عبارة عن حالة محدودة وضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. تفاصيلها نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الخميس وخلال اليومين القادمين. يوم الخميس لاحظوا اشتداد الأمطار في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، تشمل كل من مكة المكرمة، الطائف، الباحة، أبها، ووصولا حتى جازان. لكن اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله تتراجع شدة الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، مع استمرار بعض فرص هطول زخات الأمطار الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر. لكن في المنطقة الشمالية تتأثر عموم منطقة بلاد الشام والعراق وأيضا مصر وأجزاء من أقصى شمال المملكة بحالة محدودة وضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تنتشر على إثر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية وتهطل زخات محلية من الأمطار. تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في المنطقة الشمالية خلال يوم السبت وخلال بداية الأسبوع القادم. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم مع 24 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 22، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة أجواء غائمة جزئيا مع 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21. يوم السبت 33 إلى 21 وتنخفض، يوم الأحد تسجل 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21 درجة مئوية. نذهب الآن وإياكم ونستعرض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية ليوم الجمعة. نبدأها شمالا، تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية التي قد تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار المتفرقة والمحلية الطابع. تبوك 32 إلى 18، سكاكا 33 إلى 20، عرعر 31 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 35 إلى 24، جدة 35 إلى 27، مكة المكرمة 38 إلى 26، وزخات رعدية من الأمطار في الطائف مع 27 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، زخات من الأمطار في الباحة مع 21 إلى 15، أبها 25 إلى 12، وجازان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 33 إلى 24، حفر الباطن 38 إلى 23، والإحساء 34 إلى 21 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية المنطقة الوسطى. العاصمة الرياض، أجواء غائمة جزئية مع 33 إلى 22، بريدة رياح نشطة مع 36 إلى 21، وحائل 32 إلى 19 درجة مئوية. إلى اللقاء.